الشؤون، أهلا بكم. التعاون المثمر بين دارة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية والمديرية العامة للشؤون الداخلية والأمن أثمر على البرنامج الشؤون، وهو باب من أبواب وزارة الداخلية المشرعة لسماع المواطن والاهتمام بما يقترح ويشتكى من خلال مؤسساتنا العاملة في كافة محافظات العراق. والشؤون يسعى إلى خدمة المواطن من أجل تحقيق الغاية الأسمى، وهو رضاك أنت عزيزي المشاهد. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الشؤون، معكم في الإعداد والتقديم المقدم سيف عبد الكريم مدير إعلام شؤون الداخلية، والرائد محمد علي الحسون من دائرة العلاقات والإعلام. فأهلا بكم وأهلا بك سيدي، وصباح الخير. صباح الخير رائد محمد، صباح الخير لكل مشاهدي متابعي قناة الفرات الفضائية، هذه القناة التي أصبحت جزء من الحل من خلال عرض نشاطات وجهد وزارة الداخلية. صباح الخير على كل قادتنا في الوزارة، وعلى رأسهم السيد معالي وزير الداخلية عثمان الغانمي المحترم، الراعي والمتابع لكل قضايا المواطنين في بغداد والمحافظات. صباح الخير لكل قادتنا، لكل السادة مدراء الشؤون الداخلية في بغداد والمحافظات، وعلى رأسهم السيد مدير عام الشؤون الداخلية والأمن اللواء الحقوقي حسن الغنامي المحترم، المتابع لكل القضايا تطرح ضمن برنامجنا برنامج الشؤون. صباح الخير لأبطال الشرطة الاتحادية، أبطال الرد السريع، أبطال قيادة قوات حرس الحدود المرابطين في ساحات الوغى والمدافعين عن سور الوطن. صباح الخير لكل الضباط والمنتسبين والموظفين في مختلف مفاصل وزارة الداخلية الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل تقديم أفضل الخدمات. صباح الخير مرة أخرى لكادر برنامج الشؤون وللمخرج المبدع عمار العقابي. صباح الخير راد محمد. شكرا سيدي، صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. حلقة جديدة من برنامج الشؤون، نذكر بأن البرنامج مرتبط حاليا مع إذاعة الفرات، وأرقام هواتف البرنامج في أسفل الشاشة مع زميلنا المخرج عمار العقابي. فاصل ومن ثم الشؤون. اهلا بكم مره اخرى مشاهدينا الكرام وبرنامج الشؤون. راح نستقبل اول اتصال الشؤون، تفضل. الو. نعم الو، تفضل اخوي الكريم. عزيزي محمد حبيبي، اهلا وسهلا بك اخوي، تفضل. شلون صحتك؟ الله يسلمك اخوي، تفضل. سيدي العزيز بدون زحمه عليك، انا خابرتكم مرتين. شو وقت؟ خابرتنا مرتين قصدك؟ نعم. ايه نعم. مقدم سيفي الله يساعدك سيدي العزيز. اهلا وسهلا بك اخي العزيز، اسم جنابك حتى نتذكر اتصالك. محمد خلوهم سيدي، انا مستقيل. نعم محمد خلوهم المخلف. محمد خلوهم. اي سيدي الله يرحم والديك، انا مكمل اجراءاتي كلها. نعم. اي سيدي. نعم انا مكمل اجراءاتي كلها، الفحص الطبي والقيد الجنائي، بس اريد اشوف اسمي ضمن العوده. احنا انطيناك اجابه بحلقه سابقه اخي العزيز. اي سيدي انت تقول لي انت مستقيل. نعم سيدي العزيز. انت مو مستقيل؟ اي سيدي انا مستقيل، وما علي لا قيد جنائي ولا هذه. عقيد احمد الله يحفظه المحترم قال لي اخوي العزيز انت مستقيل. صحيح مستقيل انا، بس اريد اشوف اسمي من ضمن العودة. بس اسمح لي انا دققت اسمك سيدي، الاجابه موجوده اذا تحب. نعم هي الاجابه نفسها. يعني اخوي الكريم احنا جاوبناك في وقت سابق وقلنا لك من خلال السيد العقيد عقيد احمد. بس اسمعنا، بس اسمع الاجابه بس حتى نعيد لك اياها تصير واضحه. انت ما عندك اي قيد او معامله في الحدود، فالمطلوب منك تراجع مقر قياده قوات حرس الحدود، بالتحديد مكتب الشؤون الداخلية، هناك راح يكون العقيد أحمد بانتظارك. اسمح لي أخي العزيز حتى نعطي مجال لغيرك، يعني هسه الزميل المخرج يقول لك لود بالاتصالات. احنا اللي نريده منك حتى نختصر الوقت تراجع وتاخذ ما يثبت كل أولياتك مالك لإجراءاتك وأولياتك، وراح نادي السيد العقيد إن شاء الله راح يكون بانتظارك. توجه. الله يرحم والديك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. شكرا شكرا. برنامج الشؤون للسيطرة. أنا أول مرة بجميع
الاجهزه بالمراقبه والسيطره الى برنامج الو شلون سيدي صباح الخير على حضرتك وعلى جميع هذا البرنامج اسمعك سيدي تفضل انت الاجاب. أشكرك أخي العزيز صباح الخير عليك وعلى كادر السيطرة جميعا. عن طريقك تنادينا السيد معاون مدير شؤون الداخلية في قيادة قوات حرس الحدود العقيد أحمد المحترم فيما يخص موضوع المتصل محمد خلوهن تسجيل اسمه ضمن الاستعلامات واستقباله والاستماع إلى شكوى. استلمت؟ شكرا سيد العزيز. شكرا سيد. شكرا لك سيد. نعم سيد. شكرا لمتابعتك. اشكرك اخي العزيز على مسمع من نداء السيد العقيد. شكرا للمتابعه. شكرا بارك الله فيك. شكرا لك سيدي عقيد احمد. اذن محمد اخذ كل اولياتك وراجع اخواننا في شؤون شرطه الحدود. اتصال اخر والشؤون تفضل. الو السلام عليكم. اختي الكريم عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ هاني جريحه من 2003 ضربتنا الطياره عن قود احنا عائله. انطينا اسمك اولا اسمك الكامل من فضلك. خلود عبيس عبيد رجع. خلود عبيس عبيد. نعم اختي تفضل. طانا تعويضات في الاول طانا 2 الا ربع هنا بالحله بالمحافظه. نعم. بعدين قالوا راح يعطون رواتب وتعويضات فروقات للهاي للجرحى. نعم. سوينا معاملات احنا كعائله كل احنا سوينا معاملات. يعني انت هاي المعامله روجتيها عن طريق المجلس المحافظه يعني الاخطاء العسكريه يسموها. اي كملتها كلها يعني كامل يعني شو طلبوا علي من اجراءات بالمحافظه من المستشفى اوراق تحقيقيه يعني شو ايش طلبوا علي انا جبت لهم. نعم اختي العزيزه انا شوي صارت الكورونا ويعني هاي ظروف هاي الوضع انا جماعتي استلموا قبلي. نعم استلموا رواتب استلموا فروقات انا شوي صارت عرقله بالدوامات. حولوني وين التمييز قالوا لجنه قابلتها وحولوها التمييز لبغداد للجان المركزيه. نعم من 2007/11/2020 المطلوب اختي العزيزه حتى نختصر الوقت يعني هسه انا اريد بس اريد اعرف معاملتي يعني اريد يعني استفسر عنها ليش يعني صار لها سنه وماكو يعني انا معاملتي اصوليه ما بيها كل تزوير كل احنا يعني اصوليه احنا خليناك تسولفين مناشدتك هذا الموضوع ما يخص عملنا كبرنامج الو شؤون او وزاره الداخليه احنا فقط معنيين بالدوائر اللي هي تابعة لوزارة الداخلية هاي مناشدة إن شاء الله المعنيين في محافظة بابل يسمعوها وإذا عندهم إجابة لسؤالك أرقام الرقم موجود أسفل الشاشة وبانتظار الاتصال. شكرا لك ولاتصالك. نأخذ اتصال آخر أخذ خلود محمد. سمعنا المناشدة مالتك تحياتنا لك. اتصال آخر والشون. نعم السلام عليكم. عليكم السلام اهلا وسهلا بك. الله يخليك رحم الله والديك. الله يديك يا حبيبي اهلا وسهلا بك تفضل. وياك حسين حسين علي محمد غريب من كربلاء. علي محمد غريب. اي والله موصول بالمحجد الشعبي. بدنا نوصل صوت من امامكم ان شاء الله. شلون؟ موصول من المحجد الشعبي. واضح اهلا وسهلا بك تفضل. اي والله بدنا نوصل صوتنا رئيس الوزراء بلكي يردونا لحد الان ماكو سوينا العوده ولحد الان سيدي منتظرين. إذن هي مناشدة. هي هاي مناشدة وإن شاء الله المعنيين في إعلام هيئة الحشد إذا يسمعوك واسمك موجود حسين علي محمد غريب يعطونا إجابة إن شاء الله إذا عندهم إجابة لموضوعك على أرقام الهواتف الموجودة أسفل الشاشة. شكرا لك ولاتصالك. شكرا سيدي. إذا أي مناشدة تجينا خارج نطاق عمل وزارة الداخلية أرقام هواتف البرنامج موجودة بإمكان المعنيين الاتصال بنا. نعم. وهذا شرف لنا أكيد. نعم. اتصال آخر للشؤون تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام سيد العزيز شلون صحة. اهلا وسهلا بك. انا مفوض مصطفى منسوب الى مديريه الدفاع المدني. مصطفى كامل. مصطفى نور نامق. انور ناظم. نور ناظم. نامق. انور نامق. انور نامق. نعم انور نامق حبيبي سيدي. انا من ذوي الشهداء اخوي ضابط شهيد الله يرحم الشهداء جميعا يرحم والديك سيدي. انا قدمت على مواد بشريه عن نقد. نعم سيدي على الطريق مال ذوي الشهداء واجى بي كتاب بيان راي الى مدير الشؤون واستقبلني السيد مدير الشؤون الدفاع المدني عقيد احمد حسين مشكور من سمع بي. يعني انت عندك نقل من الدفاع المدني الى الشؤون الداخليه؟
لا شؤون داخلي. نعم. اجى بي بيان راي استقبلني المدير شؤون دفاع مدني. نعم. احمد حسين. نعم. مشكور يعني. نعم. وبعد ما اعرف صار له 3 أسابيع ما اعرف شنو الموضوع وين وصل فيه. يعني هسه انت عندك معامله مروجه ضمن الموارد البشريه. اي من ضمنها. احنا راح ندقق ان شاء الله الاسم ضمن الموارد البشريه ونشوف لك شنو اخر اجراء. اسمع النداء. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سيدي. برنامج الشؤون للسيطره. أشكرك أخي العزيز، عن طريقك تنادينا السيد مدير الشؤون الداخلية في مبنى الوزارة العميد عقيل المحترم. فيما يخص موضوع المتصل المنتسب مصطفى أنور نامق من ذوي الشهداء عند نقل من الدفاع المدني للشؤون الداخلية ضمن الموارد البشرية، آخر إجراء بحق بارك الله بك. على مدير الشؤون مبنى الوزارة، على مدير الشؤون مبنى الوزارة سيدي. نعم نعم سيدي. معاون مدير شؤون مبنى الوزارة. أخي تحياتي للسيطرة المركزية والأخ مقدم سيد. شكرا سيدي أكيد حي. شكرا سيدي. وكافة كادر قناة الفرات. نعم سيدي. على مسمع من الاتصال الأخ مصطفى نور نامق راح يتم تثبيت اسمه. أنور نامق سيدي. أنور العفو سيدي. شكرا سيدي رجان مفوض مصطفى أنور نامق. نجاك هو الصواب صحيح. نعم هو الصحيح أخوان في السيطرة. شكرا. نعم ننتظر الإجابة بخصوص مصطفى أنور نامق. شكرا لك سيدي. نعم شكرا شكرا, شكرا جزيلا. أخ مصطفى تابع العزيز على مسمع من جميع النداءات. شكرا بارك شكرا جزيلا سيدي. شكرا جزيلا. تابع الحلقة من فضلك لك إجابة بعد قليل. اتصال آخر والشؤون. ألو. نعم عليكم. أختي الكريمة عليكم السلام. بس خالي مفقود أريد أسأل عنه استفساء. نعم. خالي انفقد ب 2015. نعم. منتسب عسكري؟ لا لا مو منتسب مدني راح لبغداد انفقد هناك بالضبط. انطينا اسمك أولا من فضلك أختي. اسمي لو اسم خالد. اسمك أولا ثم خالد. نور عباس. نور عباس. من أي محافظة أخت نور؟ من الأنبار. نعم. انطينا اسم المفقود. احمد خسان نهار. نعم العفو احمد خسان نهار. حسان خسان غسان خسان خشان اي والخشان نهار. نهار اي نهار لو نهار 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 احمد. نعم. خشان نهار. نعم نعم احنا راح ننطي هذا الاسم للسيد مدير بغداد الرصافة العميد جواد الصافي حتى يدقق لنا اياه ضمن دائرة حقوق الإنسان. اسمع النداء. تمام. برنامج الشؤون للسيطرة. برنامج الشؤون سيدي اسمع الجديد تفاصيل الإجابة. أشكرك أخي العزيز عن طريقك تنادينا السيد مدير شؤون الداخلية في بغداد الرصافة العميد جواد الصافي المحترم فيما يخص موضوع المتصلة الأخت نور عباس تبلغ تخبرنا أنه عندها خالها مفقود من ضمن محافظة الأنبار الاسم أحمد خشان نهار تدقيق اسمه ضمن دائرة حقوق الإنسان. سلمت أمر سيدي واضح على مدير شؤون بغداد الرصافة. على مدير شؤون بغداد الرصافة سيدي. نعم نعم سيدي مدير شؤون بغداد الرصافة هذا هو. نعم سيدي عميد الجواد. شكرا سيدي رجعنا على مسمع من نداء الأخت المتصلة نور عباس استفسر عن أحد زويها المفقود أحمد خشان نهار. إذا أنت رجعنا تأكد وأشعرنا بخصوص برنامج هذا شؤون ضمن مديرية حقوق الإنسان سيد العزيز. سلمت نعد. نعم أخي أشكرك بارك الله فيك. تحياتي للأخ المقدم سيد. شكرا سيدي. وراد محمد. شكرا سيدي. القناة الفضائية والسيطرة المركزية وكافة إخوان الضباط والمتدربين والمشاهدين الكرام. سيتم اتخاذ ما يلزم بخصوص شكوى المواطنة نور عباس ومتابعة حقوق الإنسان وسيكون جواب خلال فترة البرنامج. شكرا شكرا سيدي. نعم شكرا. ومدير شؤون بغداد الرصافة سيدي فارس وجودك برنامج الشؤون سيدي تفضل. أشكرك أخي العزيز على مسمع من نداء السيد العميد المحترم. شكرا بارك الله بك. إذن الأخت نور لك إجابة قد تكون اليوم بعد قليل. تابعي الحلقة. نعم. صلاة آخر والشؤون فضل.
ألو ألو السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا. شلونك سيدي العزيز؟ أخوي الكريم. سيدي عندي شكوى. تفضل. رجاء إذا عندك شكوى على شخص معين أو جهة معينة بدون ذكر أسامي تفضل. إن شاء الله سيدي. أين اسمك أولا؟ أحمد جاسم محمد. أحمد جاسم محمد. تفضل أخوي. نعم سيدي. سيدي قسم شرطة زمار مديرية شرطة نينوى. إحنا قلنا لك بدون تحديد. نعم سيدي. نعم من فضلك سيدي. نعم تفضل. سولف لنا شكواك بصورة عامة يعني إذا أمكن إعادة الاتصال. يا ريت تتصل بينا مرة. نعم. أخرى. شكرا لاتصالك أخوي الكريم. يا ريت تتصل بينا مرة أخرى. اتصال آخر وألشون. ألو ألو. يعني يا ريت اللي يتصل بينا أول شيء يسمعنا عن طريق الهاتف، ثاني شيء يكون صوته واضح ويحكينا اسمه بوضوح، والابتعاد عن ذكر الأسماء من فضلكم. يعني اللي يتصل بينا يحكينا موضوعه باختصار وبوضوح. ألو شؤون تفضل. ألو ألو شؤون تفضل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. والله نشكركم على هذا البرنامج يساعدون المواطنين. هذا واجبنا أخوي الكريم. أهلا وسهلا بك. أريد أنا أشكركم بالرحمة اليوم. أنا أريدكم تساعدوني اللي نقدر عليه إحنا. أكيد هذا واجبنا. الله يخليك. وأنا أشيد مدير شؤون العام اللي هو حسن. نعم زين. أنا رجال مريض وأريد أطلع بطاقة موحدة. أريدكم توقفون وياي أخي العزيز. يعني عليكم. شنو مشكلتك أنت بحيث ما تقدر تطلع البطاقة الموحدة؟ شنو اللي عندك؟ تفضل. أنا عندي حادث برجلي فما أقدر أمشي بالمعامل. يعني ما تعرف الشبابيك يعني المعاملة. يعني أنت جنابك هسه حاليا مقعد؟ معاق؟ لو تمشي. لا أنا أقدر أمشي بس ما أقدر أوقف. يعني ما أقدر يعني مريض يعني. بالتأكيد. يعني أنت إذا مراجع دوائر الجنسية توجيه السيد مدير عام الجنسية إنه الحالات الإنسانية لهم وضع خاص بالمراجعة، ودائما أكو تسهيلات للحالات الإنسانية. مع هذا إذا أنت ما عندك أحد مثل ما تدعي جنابك، إحنا نكون عون إلك. أنت على أي بطاقة يا نفوس أنت وين؟ أحوال الرصافة بشارع المغرب. أحوال الرصافة. أنت تراجع هناك إن شاء الله راح تلقى المقدم حيدر مدير شؤون الجنسية في جانب الرصافة، راح يكون إن شاء الله بانتظارك. إذا كان ادعائك صحيح وأنت ما عندك أحد يعاونك فإن شاء الله هو موجود هناك وبابه مفتوح لتقديم المعونة لك إن شاء الله. أنا أبو آية المواطن. أبو آية اسمك الكامل الطيب. أنا اسمك الكامل أبو آية. علي قاسم عباس. علي قاسم عباس. من توصل هناك تراجع مقر شؤون الداخلية في جنسية الرصافة. رحم الله والديك. رحم الله والديك. اسمع النداء. برنامج الشؤون للسيطرة. برنامج الشؤون سيدي اسمعك في تفاصيل الأجر. أشكرك أخي العزيز. عن طريقك تنادينا السيد مدير الشؤون الداخلية في بغداد الرصافة العميد جواد الصافي المحترم فيما يخص موضوع المتصل علي قاسم عباس، يخبرنا أنه يعني مقعد وعدم استطاعته لإكمال معاملته وما عنده أحد يعاونه. بوجهنا أنه يتوجه إلى ضابط الشؤون المعني ضمن أحوال الرصافة، تسجيل اسمه ضمن مكتب أحوال الرصافة واستقباله وتقديم المعاونة إلى سلمت. السلام عليكم. أنا مدير شؤون بغداد الرصافة. أنا مدير شؤون بغداد الرصافة. تسجيل. أخي أشكرك بارك الله فيك على مسمع من نداء الأخ علي قاسم عباس. بإمكانه مراجعة أحوال الرصافة وسيتم اتخاذ لازم خصوص معاملته. والله إن شاء الله وفقنا وجعلنا خدام كل الناس. أشكرك. شكرا سيدي جزاك والصواب. اشكرك على مسمع من نداء السيد العميد المحترم. شكرا بارك الله بك. شكرا لك سيدي عميد جواد. الاخ علي قاسم خذ كل مستمسكاتك واولياتك وتوجه الى جنسيه الرصافه. اتصال اخر والشؤون. الو. الله يساعدك سيدي العزيز. اهلا وسهلا بك سيدي. سابقا شريت برد السريع مطار بغداد اداوم. انطينا اسمك الكامل اولا وحشينا موضوعك. صافي عبود محمد. نعم. اسمك؟ صافي عبود محمد. ما واضح لك. صافي عبود محمد. نعم سيدي. نعم. وين منسوب؟ برد السريع. برد السريع وين؟ مطار بغداد. وين برد السريع؟ أي لواء؟ آمرية طبابة. أنا مصاب آمرية طبابة فرقة برد السريع. نعم. نعم سيدي. نقلت على محافظتي على الأنبار. زين.
بخصوص الترغيات مالتي سيدي كل يعني نقلت رد سريع بالأنبار لو على شرطة الأنبار؟ لا لا سيدي على المحلية شرطة الأنبار. جيد يعني شرطة نعم. الأنبار حاليا نعم سيدي أداهم صار لي تقريبا 10 أشهر. نعم نعم سيدي النقل راتبي لي جاي وأستلم على الماستر وكل شيء ينتهي زين. الفروقات مالتي كل ما أروح لهم للطبابة مال فرغة رد السريع يقولوا لي أنت على الأنبار، أخذ كتاب من الأنبار، أنا ما مستلم بالأنبار أي شيء، أروح لهم يحولوني على الفرقة، أبو الفرقة يقول لي مالك شيء يمي زين. راجعت شون الداخلية بالرد السريع العقيد فلية؟ لا لا سيدي ما راح. احنا نريدك تراجع، راح نخلي اسمك ضمن الاستعلامات وراح يستقبلك ويسمع شكواك وإن شاء الله يلقى لك الحل إن شاء الله فيه. راجع أي يوم تحب تراجع الأسبوع الجاي إن شاء الله يكون باستقبالك. اسمع هذا النداء أخ صافي، اسمع هذا النداء. برنامج لشؤون للسيطرة. تفضل سيدي اسمعك جيد. أشكرك أخي العزيز، عن طريقك تنادينا السيد مدير شؤون الداخلية في الرد السريع أو عن طريق الجهاز الآخر بخصوص المتصل صافي عبود محمد منسوب حاليا شرطة الأنبار سابقا الطبابة بالرد السريع، يخبرنا أنه فروقات ما مستلم لحد الآن لا في شرطة الأنبار ولا في الرد السريع، تدقيق موضوعه كذلك تسجيل اسمه ضمن الاستعلامات واستقباله واستماع إلى شكواه. استلمت أمر سيدي واضح، راح يتم إشعار السيد مدير شؤون الرد السريع حتميا على بخصوص الجهاز داخل المطار لا يؤمن إن شاء الله. إن شاء الله واضح واضح. نعم أخ صافي راح يتم تأمين اسمك بالنداء من خلال الجهاز الآخر لخلل فني. اتصال آخر ضمن قبل الجولة راح يكون هذا آخر اتصال. نعم شلون تفضل. نعم ألو ألو شلون تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. يعني احنا شرطة حدود كنا نداومين بركين وستين. نعم أهلا وسهلا بك، بس إذا تعطينا اسمك الكامل أولا من فضلك. عقبة عيسى حمد من صلاح الدين. نعم عقبة عيسى حمد من صلاح الدين. عقبة عقبة عيسى حمد. عقبة عيسى حمد واسمي من صلاح الدين. عيسى حمد مو صحيح، عقبة عيسى حمد. عيسى حمد واسمي. نعم نعم تفضل. صلاح الدين كنا مدعمين شرطة حدود القيادة الخامسة بالنجف. نعم منطقة الخامسة. مفصولين مفصول مفصولين جراحنا هواي مفصولين زين. انا اريد العودة اريد بكنجر الداخلية. راجعت انت بالعفو؟ راجعنا بالعفو وعساس الشرانة والحاجة اكل شواكو. نعم احنا راح ندقق اسمك ونشوف شنو اخر اجراء بحقك ضمن إدارة الحدود. واضح، اسمع النداء. تابع هذا النداء أخ عقله من فضلك. تابع. برنامج لشؤون للسيطرة. نعم. تفضل سيدي اسمعني. تابع هذا النداء وانتظر الإجابة. أشكرك أخي العزيز، عن طريقك نادينا السيد مع مدير شؤون الداخلية في حرس الحدود العقيد أحمد فيما يخص موضوع المتصل عقله عيسى أحمد منسوب المنطقة الخامسة سابقا موقفه حاليا من الإعادة للخدمة. آخر إجراء بحقه إن شاء الله الإجابات تكون بعد الجولة. سليمات بارك الله فيك. تمام سيدي واضح. ألو معاون مدير شؤون الحدود. ألو معاون مدير شؤون الحدود سيدي. نعم سيدي عقيدة. ألو معاون مدير شؤون الحدود أشكرك على مرجع من نزاع المتصل، راح يكون بالضبط المعلومات إن شاء الله وجبت الإشارة. نعم شكرا سيدي، رجعنا بعد الجولة حتى يكون الإجابة وإشارة. برنامج لشؤون السيطرة. أشكرك أخي العزيز على مسمع من داء السيد العقيد المحترم، شكرا بارك الله بك. الحرص الكبير على التواصل مع منسوبينا ومواطنينا يجعل من برنامج لشؤون في جولات ميدانية مستمرة. الأخ مقدم سيف كان في جولة مع السيطرات. نعم سيدي. نعم مراد محمد، حسب التوجيهات المستمرة للسيد مدير عام شؤون الداخلية والأمن اللواء الحقوقي حسن الغنامي المحترم بمتابعة الدوائر ومفاصل وزارة الداخلية ذات التماس المباشر مع المواطن، أجرت مفارز الشؤون الداخلية في السيطرات وبأمرة العقيد سيف المحترم مدير الشؤون الداخلية في السيطرات جولة كانت برفقة السيد اللواء حسن خنجر المحترم مدير السيطرات. تم خلال هذه الجولة اللقاء بالمواطنين والاستماع لهم وكذلك تشخيص الإيجابيات والسلبيات إن وجدت. نترككم مع الجولة، مشاهدة ممتعة. نعم. We'll be right back.
مرحبا بك سيدي العزيز اللواء الحقوقي حسن خنجر البزوني المحترم. برنامجنا برنامج ألو شؤون، هذا البرنامج الذي يعنى بتغطية نشاطات كل مفاصل وزارة الداخلية من خلال ضباط الشؤون الداخلية. اليوم نريد نبذة مختصرة تعريفية عن عمل السيطرات في محافظة بغداد. نعم سيدي. أولا أهلا وسهلا بكم وبرنامج ألو شؤون. حقيقة هي موضوع الإعلام إن شاء الله دائما نسميها السلطة الرابعة، اللي هي حقيقة تأثيراتها دائما تكون إيجابية على كافة مفاصل الدولة وحتى على الجانب المدني. السيطرات كما تعرفون يعني لها أهمية كبرى في محافظة بغداد، بدليل إحنا عندنا تقريبا 23 سيطرة بين رئيسية وفرعية في مداخل محافظة بغداد. السيطرات لها واجبات عديدة بالتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية الساندة اللي موجودة داخل السيطرة، والأجهزة الساندة حتى يعني اللي يعرف المشاهد أو المتابع لهذا البرنامج تتمثل بأجهزة المخابرات وكذلك الأمن الوطني والاستخبارات سواء كانت الدفاع أو الداخلية، وكذلك الأخوة من مفارز الشؤون الداخلية والأمن في المديرية، وأيضا حضار الكيناين وكذلك المرور وكذلك النجدة، وأيضا قطعات الجيش اللي تحمي السيطرة. الواجبات تتمثل بالتفتيش الدقيق للأشخاص وكذلك العجلات، وكذلك إدخالهم إلى موضوع الحاسبة اللي موجودة، حاسبة المطلوبين، وعندنا أكثر من حاسبة موجودة بالسيطرة. أيضا هنالك نشرات خاصة بوزارة الزراعة لموضوع المنع وموضوع الدخول، وأيضا هذه موجودة ضمن مفارز الجريمة الاقتصادية اللي هي الأمن الاقتصادي بالتعاون مع السيطرة حتى تكون بشكل مرتب ومنظم بدخول العجلات الحمل لداخل بغداد. أيضا هنالك دور لمكافحة المتفجرات بموضوع عجلات الكبيرة فقط اللي هي عجلات الام 16 يسمونها الرابس كان. نعم. هذه أيضا تفحص فقط عجلات الحمل الكبيرة إذا كان هنالك يعني تأشير معين فكثافة معينة ضمن العجلة، يعني يصار إلى موضوع تفتيشه من قبل الأخوة الموجودين سواء كان أفراد السيطرة أو سواء كان اللي وياهم قريب عليهم جماعة الأمن الاقتصادي. شكرا لك سيدي على هذا الوقت الثمين اللي انطيتنا إياه لبرنامج ألو شؤون. إن شاء الله اليوم احنا مستمرين بياك بالجولة ضمن سيطرات بغداد الرئيسية. ألف هلا وشكرا جزيلا لكم لحضوركم للمديرية وللسيطرات، ألف هلا. شكرا سيدي العزيز. ونكرر تقديرنا لكم للإعلام وللشؤون وكذلك للسلطة الرابعة. شكرا سيدي العزيز. هلا يا مرحبا. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الفرات الفضائية برنامج ألو شؤون، كما عودناكم مفارز الشؤون الداخلية تتجول في جميع المحافظات، اليوم جولة بناء على توجيه السيد مدير عام الشؤون الداخلية والأمن اللواء الحقوقي حسن الغنامي المحترم. هذه الجولة مع ضباط الشؤون الداخلية في السيطرات وبرفقة السيد مدير السيطرات اللواء حسن البزوني المحترم. هذه الجولة اليوم ضمن سيطرات ومداخل بغداد الرئيسية. مرحبا بك سيد العزيز اليوم بجولتنا ضمن السيطرات. أهلا وسهلا بكم يا مرحبا بألو شؤون وبقناة الفرات الفضائية. شكرا لك سيد. أشكرك. حاليا أنتم ضمن سيطرة بغريب السريع. نعم. هاي السيطرة حقيقية سيطرة رئيسية نوع عليف. نعم. اللي تمر بها كافة العجلات سواء كان عجلات الحمل الكبيرة أو عجلات اللي أقل من 5 طن وكذلك سيارات الأجرة. احنا اليوم نريد من خلال الجولة نسلط الضوء على آلية دخول هذه العجلات والممرات اللي تسلكها حتى نعرف شنو اللي مخولين بالدخول، منو الممنوع من الدخول، شنو العجلة الحمل تخضع الى تفتيش او اكو سيطرة اخرى تحول لتفتيشها. فاليوم ان شاء الله من خلال هذه الجولة راح نبينها كلها المواطن الكريم. تفضل سيد العزيز. سيد العزيز، اليوم الشؤون الداخلية
متواجده بكل السيطرات. جنابك العقيد سيف مدير شؤون الداخليه في السيطرات، واجبات مفارز الشؤون الداخليه. نعم اخي مقدم سيف، نشكر جنابك وكادر برنامج الو شؤون وقاده الفرات الفضائيه نعم. على حضورهم وتغطيه عمل السيطرات ضمن مداخل محافظه بغداد. اليوم مفارز الشؤون الداخليه تمارس دورها الرقابيه، رصد الحالات السلبيه، شكاوي المواطنين بالتاكيد مناشداتهم. ايضا عندنا مفارزنا تتواجد على مدار الساعه بالسيطرات، مثبت ارقام الخطوط الساخنه عندنا راح تلاحظها 477 وهاتف موبايل اخر نعم. مثبت تداخل حاضن التفتيش في كل سيطرات مداخل بغداد، 23 سيطره في مداخل محافظه بغداد. اي مواطن عنده مناشده، شكوى، اي حاله سلبيه يعني يتم ملاحظتها مباشره، مفارزنا اذا كانت متواجده مباشر عملها الرقابي او يتم ارسال مفرزه لمتابعه الشكوى. خلينا نلتقي بالاخ الحجي هنا. السلام عليكم. شلونك حجي؟ شؤون الداخلية والله الله يحفظك. برنامج شؤون السيد اللواء حسن خنجر مدير شؤون السيطرات، عقيد سيف مدير شؤون الداخلية بالسيطرات. يمكن انت ما سامع بالشؤون الداخلية؟ والله سامع. شو سامع بالشؤون الداخلية؟ احنا عندنا رقم ساخن ضمن السيطرة ال 477، حتى في حال انه لا سمح الله تعامل مطيب او اي مشكلة ضمن السيطرة تتصل على هذا الرقم. نعم. شنو سبب حالك على التفتيش على الكينان؟ والله ما حلوني يعني جيت يعني هو يعني تفتيش كل ال نعم. شنو السبب قال لك روح على ما قال لي روح انا جيت هو هذا. انت من كيفك طبت على الكينان؟ اي ما ادري هو الطريق ما اعرفه إيه. آه. يعني ماكو شخص هناك يوجهك؟ لا اكو مرات نجي مثلا يقول لك اطلع على الكينان. نعم نطلع احنا نقبل هذا يفتش. شلون شفت التعامل بالسيطره؟ لا زين تعامل طيب؟ لا طيب اكيد لان هم هنا بخدمتكم. لا بالله طيبين. شكرا لك. نعم. شكرا الله يحفظك. تفضل سيد. لدخول هذه العجلات نعم. الكبيرة إلى محافظة بغداد، يعني بعض هذه العجلات يمكن تحمل وزن أكثر مما نعم. هو محدد نعم. مما سبب إلى هذه التخسفات نعم. في الشوارع الرئيسية بالتحديد ضمن المحافظة. والغالبية العظمى أنه الكل ما تخضع لموضوع الأوزان، يعني قاعد نلاحظ ان الاوزان بكثره وماكو حساب يعني على هذا الموضوع. سواق العجلات ما لهم ما خاضعين للوزن. نعم ما خاضعين، ولا توجد محطات اوزان قبل السيطرات ما موجود. نعم ما وهاي ايضا يعني وهاي مشكله. ونعم كبيرة. وهاي رساله للجهات المعنيه بموضوع تحديد الاوزان. يعني الاخوان المصورين ياخذون ايه؟ الشارع نعم. هذا اكثر من مره السيد اللواء نعم. بجهود ذاتيه بلطه نعم. ويرجع ينداس نعم. بسبب الحمولات الزائده ايه نعم. فسيد العزيز اكو قضيه ثانيه ضمن السيطرات نعم. يعني ترد شكاوى نعم. وتنحال الى جنابك نعم. هي من ضمنها انه بعض المواطنين اصحاب عجلات الحمل يقول اني لازم سره صار لي 3 ايام مثلا نعم. واكو سايد ثاني وناس تعبر بدون السره، هذا شنو اجراءكم انتم بهذا الصدد؟ نعم. اذا وجد هذا مقدم سيف العفو احنا 3 ايام ماكو هيك شيء يعني هي مساله التاخير يحصل ساعات يعني نعم. مرات السبب يكون بسبب اللي جنابك تطرقت له هسه الطريق التخسفات اللي حاصله بالطريق نعم. والسبب الاخر مرات كثافه هسه مثل سيطره ابو غريب السريع هنا عليها جميع المنافذ الحدوديه من الجنوب نعم. اضافه الى المنافذ الحدوديه مع سوريا والاردن نعم. فكثافه العجلات الحمل اضافه الى بعض الاحيان تحصل عطلات باجهزه السونار يعني احنا جميع شكاوى المواطنين سائقي الشاحنات يتم مجرد انه يتم الاتصال على الرقم هاتف الشكاوي مباشره يتم ارسال مفرزه ومعالجه الموضوع وتثبيت في حال وجود مقصر يتم تثبيته يعني وتخرج العجلات المخالفه بسايد هاي السياره اللي جت سنه ثاني نعم. كنفتي شنو الموضوع هو نفس الموضوع اللي طرحناه عليك نعم. خلينا نشوف شنو اللي خوله انه يجي سايد ثاني. انزل 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 خلينا نسولف وياك براحتنا. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون صحتك؟ سيدي مو ابو السونر قال لي افتر. ابو السونر نادى عليه الجهاز. انت وين وصلت ليش؟ اي طبيتها طلعت وقال لي افتر السونر ما كشف عندك. حملته عفوا رمان محمل. رمان. اي شنو ابو السونر قال له افتر؟ واذا وصل السونر ليش ما دخل؟ ابو الرابس كان. تعال اخوي العزيز. شنو هذا الموضوع؟
هذا الاخ اللوري هم تبقون اياه. هذا ما بالحول هسه اريدك اجراء وصولي وترجع وتاخذ مستمسكاتها حتى يعبر لك. تمام الامر. يلا هذولي خلينا نروح نسيدي نشوف السيطره الاخرى. وين عقيد سيدي؟ شوف لنا بالله شنو مخالفتك. شنو الاسباب وجت برون؟ والله سيدي فرغت مقابيل بانزي خانه متبادل نايم هاي البانزي خانه مع العدنان الجواهري. نعم. واريد اتوكل للبصره. زين. استداره مقابيل البانزي خانه ساديها. زين. اريد استدار من هنا واريد اطلع اتوكل للبصره. الاستداره هي قبل السونار لو بعد السونار؟ لا استداره تعبر السونار بس انا يعني فاضي. في حاله انت جيت لازم تدخل عكس السير مو صحيح؟ انا ادخل عكس السير حتى استدار ما راح ادخل بغداد. وهذا شيء صحيح؟ شو يسبب هذا؟ هذا راح يسبب ازدحام. سيارات الصالون راح تتوقف. والله سيدة على راسي اي عين لما وين استدار لازم اجي افتر حتى استدار. واذا اريد انا مو غشيم والف مره فوت من هنا وجزاهم الله خير الف السيطره كل ازدحام اي عرقلات ما يسوون للسيطره وخدام ونعتذر احنا بس اجراء مخالفه ما عندي انا راح استدار وتطلع وياي وكفيلك الله وخوي يريد انطيه اياه يريد يطلع لي البصره بيها. اين ضابط السيطره؟ اخذ سنويه السياره حتى من يفتر تطيه اياه. بخلافه ملازم علي تثبتها اشرها للسياره. هاي مخالفه. تعال انت شلون هنا صاعد اخوي العزيز؟ شلون صاعد هنا؟ شلونك؟ شلون الصحة؟ أهلا وسهلا. شلون أمورك؟ مرحبا. الله يحفظك. شاي الغرض؟ والله رمل محمد. رمل؟ منين جاي؟ من الخيبر. من الخيبر. صار لك ايش قد بالسنة؟ لا هسه طبقت. ها؟ هسه طبقت. هسه وقت طبقت. سيارتك خاضعة على الوزن؟ إي على الوزن ما على القبان مال كربلة. زين يعني مقبل؟ نعم. أعطينا ورقة مال القبان. ياخذوها بالسيطرة مال 56. من ياخذها؟ ياخذوهم أهل الجباية. ليش؟ وتدفع جبايه وياخذون الوصل. بس احنا مثلا السيد اللي ورا يحاسبك يقول لك انت شايل حموله اكثر من المطلوب. سيدي هنا هسه تروح من هنا على صلاح الدين. زين. يقول لك احنا ما علينا بالنباعي. زين. من هنا هسه من تروح على الطارميه. ايه. يقول لك احنا ما علينا بالجبايه مال الشسبه او القبان. قايل لك سيدي انت. سيدي كل من يقول لك انا واحد. يعني طب احنا للنباعي نقص وصل مثلا ب 15000 نطلع للطارميه. يقول لك ما عليك انا هم اقص لك. كل تقص؟ كل تقص. احنا هذا يقول لك احنا بس خليك اسمح لي انت بالنسبه للوزن سالفتنا فريتها. لا لا ما فريت. احنا نريد نسالك على وزن السياره. هسه هذا الوزن مال الرمل ثقيل. نعم. سيارتك التاير دايس القاع مو بس التاير. زين؟ ايش قد حمولتك؟ ايش قد حمولتك؟ الحموله مالتها 65. 65 طن؟ اي ويا الفارغ مالها. بدون بساط. نعم. بس لا لا ويا الفارغ. ايه ويا الفارغ ماله يعني مو كوار يصير. ايه هو فارغه بس فارغه 25 بدون مكوار بس الرمل ايش قد؟ والله ما ادري بعد. انت مو عندك وصل يعني؟ مو وزن ولد؟ ايش قد وزنك؟ كل ضرب شكل بس هناك كل محافظه هسه احنا كل محافظه هذا رمل بمي مالتك مو؟ هو مغسول يجي. ايه باوع مغسول هو لازم يجي مغسول. حتى الشارع يدوس زين. هو وين اكتب لي سيدي؟ ها والله غير بسبب لورياتكم مش رحمه لوالديك انت ليش تطلع له بقلبك؟ اي طلع له بقلبك انا اريد اسمع. سيدي وين التبليط؟ احنا ندفع جبايه خلي خدمك سيدي. كم مره سيدي بلطت السيطره؟ اوه لا اسمعك لا تحسن. كم مره؟ والله ما نتذكر المرات اللي تفجر يعني شلون تنداس؟ تعبت الطرق شلون تنداس السيطره؟ بسبب فعل الحمولات زايده. نعم سيدي احنا هسه الاف من السيارات شوف هسه السر اللي وين وصل؟ وصلوا بغريب. كل سيارة بس خلى خدمة. زين. كل سيارة تدفع 15. المن تدفع؟ هاي السكس. المن؟ جباية مال الطرق والجسور. وده ندفع جباية بكل مكان نطب نحمله ونطلع من عنده ندفع. هاي زين هاي الفلوس وين بدها تروح؟ يعني هنا ماكو. خاصة بيهم لا بيهم. سيدي. رمل بالعدد. آه. لا مو بالرمل. أبوي. أبوي اعطيني السنوية مال السيارة إذا ما استرزحنا. أنا مخدوم. لا بس اقراها وارجع لك إياها. الله يحفظك. هاي تومر. الله يحفظك. الله هاي من واجبي واجب. الله يبارك. هاي السنوية. رحم الله والديك. وهاي الإجازة.
وانا خادم. انت نظرك احسن من عندي، شوف لي الوزن مالته ايش قد، وزن الحموله مالته يكون قاطره قلاب. زين 35 طن. هو شايل 65. قلت ايش قد؟ قلت 65 طن. هذا اللي قاعد يقص ضربه السيف. هذا اللي قاعد اكو فرق 30 طن بالحموله. هذه اللي هذا مجلس الشارع حتى وين امانه بغداد بلطت الشارع. هاي الحموله ال 30 طن اللي جنابك محملها فوق الوزن راح تسبب انه بتخسف بالشوارع. سألك مقدم سيف انه هل انت وزنت الحموله؟ هذا اللي قاعد انقصده. اكو زياده عندك هسه انت بالوزن يعني ست... وانا اخوي المصور هاي السياره المرور العامه محددتها بسنويه رسميه تقول 35 طن. سالنا الاخ صاحب العجله يقول 65 طن شايل. هذا هو هذا سؤالنا إلي. على راسي بس سيدي انت مخالف حتى لو شارع مبلط جديد راح تدوسه بسبب 30 طن شايله. اذا طلع عندك اسم ثلاثي شنو الاجراء؟ تاكد من الاسم الرباعي. نعم هو يعطيك الاسم الرباعي ويطلع لك اسمك مال ابوه. جيد. ايه جنسيته وبطاقه السكن. توجيهات المراجع بهذا الصدد انه اسمه ثلاثي؟ ايه ما يصير بيصير. ما يصير الا رباعي. وصحيح؟ رباعي ولقب واسمه. دقق لنا الاخ هذا اسم ثلاثي مذكور بالجنسيه. هاي القضيه احنا يعني نحب ناكد عليها حتى نبين للمواطن اكثر من اتصال وردنا للبرنامج انه اشخاص رجل موظفوني بالسيطره على اسم ثلاثي. اذا هذه التوجيهات واضحه وصريحه. توجيهات المراجع توجيهات مدير شؤون السيطرات انه على اسم الرباعي في حال انه طلع اسم ثلاثي جنسيته وتقول بها اسم ثلاثي يتم التدقيق من خلال مستمسك اخر ليثبت نفس العائله. بس احنا هاي ما نعتمد هاي الثلاثه. هاي هو انت تزوج صحيح جنابه؟ ولا الاخ؟ لان جنسيته او هويه حكوميه. هاي الجنسية لا أخوي هاي الجنسية خلصانة هاي شلون تعتمدوها شنو هاي الجنسية؟ زين أنت ليش ما تطلع؟ اسمع بس أخوي احنا هاي نسولف وياك حتى ننصح. أنت جنابك ليش ما تطلع طاقم واحد لحد؟ والله أستاذ أنا قبل تقريبا شهر تزوجت عندي العقد مال المحكمة تكمل على مود أكمل شلون أقضي لك على يعني الجنسية صايرة نص سنة احنا حكم يعني شغل ونطلع الصبح نرجع بالليل بس احنا انا جاي مكمل لسه مكمل يعني الاخوان بالسيطره من يوقفوك وشويه اخروك بالتدقيق من حقه. سياره الرائد شوف لنا هاي الجنسيه. انت ايش قلت شو كنت عقدت؟ ايش قصه لك؟ صار تقريبا شهر. كانت هيك الهويه هاي منعقدت بيها؟ اي نعم. هيك كانت الوضعيه؟ تعال ادخل من هناك ادخل من هناك. هسه انت هويتك هاي يعني معلوماتها جزء من الوضعيه. وين بقيه المعلومات؟ كان جاي امشي هسه كملت العقد على مود اكمل الجنسيه وكذا الموحده احنا نفوسنا يوسفيه واليوسفيه كانت الموحده مالتها ما صادره بعد بيها. شو كنت ما صادره؟ شو كنت قبل تقريبا اربع اشهر ايش من لا من زمان صادره. لا انت متوهم ما اعرف ما احنا لا انت ما تراجع انا اقول لك صح انت ما تراجع انا مو شغل انا اخوي شفت هسه تحورتها على الشغل اول مره كان ماكو ما رخصت السيد الرائد. تفضل سيدي. يعني هسه جنابك اذا احنا نحاسبك نقول لك انت مخالف صحيح جنابك تنأخذ على الاشتباه وصح سيدي هاي اجراءاتكم نعم نعم على الاشتباه وصاحب ضابط السيطره والمسؤول بالسيطره من حقه انه يعتقل جنابك لحين ما تثبت انه هاي اصليه وانه هذا اسمك الصحيح وهاي معلوماتك صحيحه صحيح. بس انت جنابك مخالف صحيح. فهاي نصيحه لك ولكل اللي مثلك شايلين هيك مستمسك. اول شيء مستمسك بديل عندك مستمسك بديل شايل وياك؟ مثلا بطاقه السكن شهاده الجنسيه حتى نسندها؟ مش ما شايف انت صح حتى يمكن تعبه لك تعالي صح. والدي تعالي للسيطره جيب لي مستمسك اخر. انت لازم تلتزمون بالتعليمات هاي كلها لصالحك. هاي السيطره اليوم توقف وتدقق وهذا لصالحك حتى نفوت الفرصه على ذول الاعداء صحيح. اللي يردون يضرون امنك وعيشتك ورزقك فاحنا لازم نتكاتف حتى نكافح هؤلاء. فانت هاي اليوم مخالف راح السيد اللي هو الاجراء لك كيفه نعم نعم ان شاء الله. شنو اللي توجيه بعد والله يعني حقيقة هسه هو راح يعني اولا راح يعطل شغله وهو رجل يقول انا ملتزم بعمل يومي وكذا يعني ما اعتقد تطول عده نقول يوم يعني بطاقة الموحدة اجراءاتها سريعة كلش سريعة اولا حتى تحفظ يعني اسمك وهوية عندك دائما من الدولة
ما اقدر واحد يتحدث وياك بنفس الوقت حتى لا يعني حتى احنا يصير علينا عبء ترى مخالف ويعني بعدين مركز الشرطة ودورية وجيب يعني الوصل وبعدين قرار القاضي تدري هسه يعني اذا بالسيطرة يتهاونون مع هيك شخص معلوماته مبهمة ضابط الشؤون راح يتخذ اجراء يقول له شلون عبر شلون ما دققتوا شلون ما شيكتوا موضوع زين فاحنا راح ندققك صحيح ومن ثم ندقق العبر صحيح مشاهدينا الكرام مشاهدي برنامج ألو شؤون قناة الفرات الفضائية اليوم وحسب توجيه السيد مدير عام الشؤون الداخلية والأمن تم إجراء جولة ضمن السيطرات الرئيسية في المحافظة بغداد بالتحديد سيطرة أبو غريب الجديد وسيطرة أبو غريب القديم هذه السيطرات خاضعة لقيادة شرطة محافظة بغداد رافقنا بالجولة السيد مدير السيطرات اللواء حسن خنجر المحترم والسيد مدير الشؤون الداخلية في السيطرات العقيد سيف المحترم هذه الجولة كانت لتسليط الضوء على أهم النقاط الرئيسية وتوجيهات المراجع بخصوص احترام المواطن وإبداء المساعدة لكل المارين والسالكين لهذه الطرق إذن سيدي العزيز اليوم نريد نسمع كلمة أخيرة ورسالة لكل مواطنين الكرام في بغداد والمحافظات اللي يقصدون المحافظة بغداد كلمتنا الأخيرة أولا المواطنين أنه التزام بالتعليمات والأوامر اللي موجودة حمل الهوية حتى لا يكون يعني عبء على المواطن وبنفس الوقت يسهل أمر السيطرة وكذلك تسهيل أمر رجل الشرطة اللي موجود بالسيطرة والكلمة الأخيرة جدا أنه شكرنا وتقديرنا لهذا البرنامج الحقيقة المحبوب للجميع والأجهزة الأمنية وأيضا تحياتنا لجناب السيد المدير العام المحترم اللواء حسن الغنامي شكرا سيد العزيز كذلك كلمة أخيرة سيد العزيز فيما يخص عمل الشؤون نعم شكرنا وتقديرنا لك أخي مقدم سيف والكادر البرنامج والقناة الفرات أيضا إحنا مفارزنا أرجع وأكرر أنه مفارزنا موجودة على مدار الساعة بجميع السيطرات في مداخل محافظة بغداد أرقام هواتفنا موجودة رقم الخط الساخن أيضا موجود رصد كافة الحالات السلبية أي شكوى أي مناشدة من أي مواطن وإحنا حاضرين إذن أرقام هواتف الشؤون الداخلية وضباط الشؤون الداخلية متواجدة وعلى مدار الساعة التليفونات شغالة لاستقبال الطلبات والشكاوى والاستفسارات الشؤون الداخلية تعمل لخدمة الجميع قضية رئيسية متابعة حقوق المواطنين ضمن دوائر وزارة الداخلية هذه هي توجيهات المراجع وعلى رأسهم السيد معالي وزير الداخلية عثمان الغانمي المحترم الذي أكد ومن أول يوم لتسنمه المنصب أن تكون الشرطة في خدمة الشعب إن شاء الله نكون على قدر من المسؤولية لتقديم هذه الخدمة إلى لقاء وحلقة أخرى وبرنامج المشروع شكرا كانت هذه جولة ميدانية في بغداد برفقة السيد اللواء المحترم اللواء حسن خنجر والعقيد سيف المحترم لتماس مع المواطنين ومنسوبينا في بغداد وسيطرات بغداد عودة لبرنامج الشؤون ومعنا نداءات راح تكون سيدي نعم فضل. نعم بخصوص إجابات الحلقة برنامج الشؤون للسيطرة على برنامج الشؤون سيدي اسمع الجيد تفضل سيدي أسئلة جو أشكرك أخي العزيز بخصوص الإجابات إذا متوفرة يتفضلون السادة مدراء الشؤون الداخلية في بغداد والمحافظات شكرا سيد واضح على مدير شؤون بغداد الرصافة على مدير شؤون بغداد الرصافة وعلى معاون مدير شؤون الحدود نعم مدير شؤون بغداد الرصافة نعم سيد تفضل سيد رجان بخصوص الأخبار السابق بخصوص الاتصال نور عباس المتصل بخصوص أحد الزوية أحمد خشان عار نعم سيد فضل أخي عالي واضح بخصوص الأخذ المتصل نور عباس حول المفقود أحمد خشان نهار نعم بعد التدقيق مع حاسبة المفقودين في مديرية حقوق الإنسان تبين عدم توفر الاسم المذكور نعم وبإمكانه مراجعتنا أو مراجعة مديرية حقوق الإنسان لزارة تثبيت المعلومات والتقاضي اللازم اشكرك بارك الله شكرا سيدي نعم مدير شؤون بغداد الرصافه الله يبارك وجودنا نعم سيدي شكرا واضح معاون مدير شؤون الحدود سيدي ايضا بخصوص عقله عيسى حمد نعم معاون مدير شؤون الحدود اشكرك بالنسبه للاجابه على
ومعلومات المتصل الأجل عيسى حمد هذا مطروح في 2016 العمر الإدارة بالطرف 17255 لم يراجع مقرقة الحدود لغرض تنظيم معاملة الحوزة. نعم ما راجع ما عندي مراجعة نعم ضمن مديرية معاون مدير شؤون الهندسية بارك وجودك نعم شكرا واضح معاون مدير شؤون مبنى الوزارة أنا معاون مدير شؤون مبنى الوزارة نعم سيد عقيد مصطفى أنور الله يسعدك بخصوص المتصل المفوض مصطفى أنور نامق نعم تم إرسال كتاب بيان رأي للموارد البشرية المرقم 152604 في 29/12/2021 إلى مديرية أمن الأفراد وسوف يتم إكمال الإجراءات بعد المباشرة لاستئناف التنقلات أشكرك شكرا سيدي نعم معاون مدير شؤون مبنى الوزارة يبارك وجهه سيدي شكرا واضح برنامج حلو شو سيدي تفضل على مسعى جميع الإجابات أشكرك أخي العزيز على مسمع من جميع النداءات شكرا للجهود المبذولة شكرا لإخواننا في الصيدلة شكرا بارك الله بكم شكرا لكل السادة الضباط الذين يعملون لخدمة الوطن والمواطن نعم تم الإجابة على جميع الاستفسارات التي وردت اليوم لبرنامج الشؤون مخرجنا الكريم إذا كنت اتصال الشؤون تفضل نعم انتهت حلقة نعم انتهت حلقة هذا اليوم لبرنامج الشؤون تقبل من كان معكم في الإعداد والتقديم المقدم سيف عبد الكريم مدير إعلام شؤون الداخلية والرائد محمد علي الحسون من دائرة العلاقات والإعلام وكلمة أخيرة سيد مقدم سيف طبعا رائد محمد من خلال برنامجنا برنامج الشؤون نحب ننوه لكل المتابعين والمشاهدين أي شخص ما يحصلنا ضمن وقت البرنامج أبواب الشؤون الداخلية مفتوحة مقابلات السيد مدير عام الشؤون الداخلية كل يوم ثلاثاء أبواب الشؤون الداخلية مفتوحة أمام الجميع للاستقبال والاستماع إلى الاستفسارات والشكاوى إن وجدت إلى لقاء وحلقة أخرى وبرنامج الشؤون إلى اللقاء